الطفل كينان عمره 7 شهور، راجع المركز بسوء حالة عامة، حرارة، نقص وزن، ضخامات حشوية بالإضافة إلى ضخامة غدة التيموز. نحن كنا بالبداية أمام على مفترق طرق تشخيصه على ما بين إنه إبيضاد أو لنفومة إبيضادية. بذل النقي وجهنا ل ALL. الأدوية كان في عنا نضب كثير بالأدوية بالمركز بسبب استنزاف مخزوننا الدوائي. حاولنا إيجاد معبر إنساني لكينان عن طريق الهلال أو عن طريق المنظمات الثانية. حاولت كثير منظمات إنسانية وحقوقية الضغط على النظام لإخراج كينان، ولكن للأسف قوبلت كل محاولاتهم بالصمت أو الرفض أو تسويف بسبب الموافقات الأمنية. الموت كان أسرع شيء لكينان، توفى كينان بسبب نقص الأدوية وعدم وجود المعبر الإنساني.